ما نصنعه اليوم نغير به أسلوب حياتنا والأماكن التي نحيا ونعيش فيها. عنصر واحد يكمن في قلب هذا التغيير، الحديد. هو من أقدم المعادن وأكثرها استخداماً على وجه الأرض. نحن في حديد الإمارات، رواد التطور في عالم صناعة الحديد. نحن جزء من أكبر تجمع صناعي في دولة الإمارات. نسعى جهدنا لتحقيق أقصى استفادة من هذا المعدن. من أجله نستثمر في أحدث التكنولوجيا، وبه نطور طاقاتنا الإنتاجية إلى أقصى حدود حتى نلبي احتياجاتنا والعالم من حولنا. الحديد هو حولنا في كل مكان، ضروري، أساسي، متين ومتعدد الاستخدامات. يلعب في حياتنا دوراً أساسياً، منه نبني بيوتنا ومدننا، به ندعم صناعاتنا، ومن خلاله ننوع قاعدة اقتصاداتنا. نحن في حديد الإمارات، رواد التقدم. ننمو سريعاً ونتطور، نساند رؤية الإمارات للعام 2021. نستقطب أفضل العناصر البشرية ونساعد شباب الوطن على تحقيق طموحاتهم العملية. استخدامات الحديد لا حصر لها، منه نصنع أصغر الأشياء، وبه نبني أضخمها. معنا لا نهاية لإمكانياته، من التقنيات العالية إلى أعلى ناطحات السحاب. نحن في حديد الإمارات نسعى لتطبيق مفهوم الاستدامة في أسلوب عملنا، ونحرص على حماية بيئتنا وعلى سلامة وصحة جميع عاملينا. نحن نساهم في دفع عجلة النمو لقطاع صناعي حيوي، وفي دعم ازدهار الوطن وارتقاء مستوى المعيشة. نساعد على تأسيس عالم حيوي ومترابط وآمن. نحمل اسم الإمارات إلى العالم وإلى أبعد الحدود. نحن حديد الإمارات، نؤسس للمستقبل.